عالم كثيف تقني، مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقات البصرية في قطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بالجميع. أقدم اليوم شرح لطريقة الفورمات وتقسيم الأقراص للمكفوفين. في البداية نقوم بحرق نسخة الويندوز توكن على الفلاش، وقد شرحت من قبل طريقة حرق نسخة الويندوز توكن على الفلاش. بعد ذلك أضع الفلاش على منفذ اليو اس بي، ثم أقوم بإغلاق الكمبيوتر أو أعمل إعادة تشغيل. أنا الآن قمت بإغلاق الكمبيوتر، سأضغط في البداية على زر الباور ثم F12 ضغطات متكررة حتى تظهر نافذة البوت. ولمن يستخدم جهاز الـ HP يضغط على F9. سأضغط الآن على زر الباور ثم أضغط على زر F12 ضغطات متكررة لمدة 20 إلى 30 ثانية. تمام، الآن ظهرت نافذة البوت. أنزل بالسهم الأسفل 3 مرات حتى أقف على USB درايفر، وطبعا هذا العنصر يختلف مكانه من جهاز إلى آخر. بعد ذلك أضغط Enter وأنتظر حتى يشتغل الـ NVDA المثبت على الـ Windows Token. Desktop قائمة. This PC غير محدد 1/26. تمام، اشتغلت الآن نسخة الويندوز توكن واشتغل الـ NVDA. بعد ذلك أدخل على هذا الكمبيوتر أو This PC. Recycle this PC 1/26. This PC item view. ثم أذهب إلى الفلاش. Devices and drives. تجميع مفتوحة. My files. Why? My files. Why? هذا هو الفلاش. أدخل عليه. Items view. قائمة. Boot. غير محدد. ثم أذهب إلى نسخة الويندوز. Win10 1903v1 Arabic X64.1. Win10 1903v1 Arabic X64.1. Type. File folder date modified. هذه هي نسخة الويندوز. أضغط Enter. Items view. قائمة. Boot. غير محدد. أنزل بالسهم الأسفل إلى آخر عنصر. Each support auto and I Portinger boot Portinger E-feed setup X. Type applet EXE. أضغط Enter حتى نبدأ بعملية الفورمات. نبدأ. Windows تثبيت. Windows محاولة قم بإدخال اللغة والتفضيلات الأخرى، ثم انقر فوق التليل المتابعة. 2019 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. اللغة المراد تثبيتها العربية المملكة العربية السعودية مغلقة. Alt. أتحرك بالتاب. تنسيق الوقت والعملة العربية المملكة العربية السعودية مغلقة. أختار هنا المنطقة التي أريد. سأختار عمان. العربية اليمن. العربية شام. العربية تونس. العربية جزر القمر. العربية جنوب السودان. العربية جيبوتي. العربية سوريا. العربية عمان. تمام، أقف على العربية عمان. أتحرك بالتاب. لوحة المفاتيح أو أسلوب الإدخال العربية 101 مغلقة. تمام، أتحرك بالتاب. التالي. أضغط على التالي. تم ضغطه. نعم. Windows محاولة. 2019 Microsoft Corporation. جميع الحقوق محفوظة. التثبيت الآن. أضغط على التثبيت الآن. Win10 1903v. تثبيت. Windows. مفتاح المنتج محاولة تنشيط. Windows إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها. هنا يطلب مني إدخال السريال لتفعيل الويندوز. أنا سأقوم بتفعيل الويندوز فيما بعد. أتحرك بالتاب. لوحة مفاتيح على شاشة. بيان الخصوصية. مفتاح المنتج غير موجود لي. أضغط على مفتاح المنتج غير موجود لي. تم ضغطه. تحديد صورة محاولة الوصف. Windows 10 Home. حدد نظام تشغيل المراد تثبيته قائمة. Windows 10 Home. تصميم. في هذه النافذة يطلب مني اختيار إحدى النسخ. Windows 10 Home. تصميم. Windows 10 Home.
Windows 10 Home Single Language, تصميم. Windows 10 Home Single Language. Windows 10 Education, تصميم. Windows 10 Education. Windows 10 Pro, تصميم. X64. Windows 10 Pro. Windows 10 Pro Education, تصميم. وأيضا توجد نسخ أخرى. أنا سأختار Windows 10 Pro, تصميم. X. Windows 10 Pro. أتحرك بالتاء. التالي. Alt. وأضغط على التالي. تم ضغطه. غير متاح. اتفاقية ترخيص المستخدم. يوا. محاورة الإشعارات وشروط الترخيص المطبقة. موافق على شروط ترخيص غير محدد. أحدد على هذا العنصر الموافقة على الشروط. أحدد بالمسافة. محدد. أتحرك بالتاء. التالي. Alt. أضغط على التالي. تم ضغطه. نوع تثبيت محاورة. ما هو نوع تثبيت المرغوب؟ ترقية. تثبيت. Windows. العنصر الأول لترقية الويندوز إذا كانت نسخة مثبتة على الجهاز من قبل. أتحرك بالتاب. مخصص. تثبيت. ويندوز. سأضغط على مخصص. تم ضغطه. تحديد محرك إقراص محاورة. أين ترغب في تثبيت؟ ويندوز. List View Control. قائمة. محرك الإقراص صفر القسم واحد الحجم الإجمالي 97.2 غيغابايت المساحة الفارغة 77.2 غيغابايت. وصلنا إلى نافذة اختيار القرص. الآن سأريكم طريقة حذف الأقراص وتقسيم الأقراص. سأقوم في البداية بحذف الأقراص الموجودة. مساحة غير مخصصة على محرك الإقراص صفر الحجم الإجمالي 500.0 ميغا. أنزل بالسهم الأسفل. محرك الإقراص صفر القسم واحد الحجم الإجمالي 97.2 غيغا بايت المساحة الفارغة 77. هذا هو القرص C. أتحرك بالتاء. تحديث. حذف. Alt. حاء. مسافة. مسافة. أضغط على حذف. إعداد. ويندوز. محاورة إعداد. ويندوز. إلغاء الأمر. أتحرك بالتاء. موافق. أضغط على موافق. ويندوز سراب. تحديد محرك إقراص محاورة. أين ترغب في تثبيت؟ ويندوز. List View Control. قائمة. مساحة غير مخصصة على محرك الإقراص صفر الحجم الإجمالي 97.7 غيغابايت المساحة الفارغة 97. أنزل بالسهم الأسفل. محرك الإقراص صفر القسم واحد الحجم الإجمالي 102.4 غيغابايت المساحة الفارغة 40. أقف أيضا على هذا القرص وأتحرك بالتاب. تحديد. حذف. وأضغط على حذف. إعداد. ويندوز. محرك. ثم. موافق. موافق. ويندوز سراب. تحديد محرك إقراص محرك. أنزل بالسهم الأسفل أيضا. محرك الإقراص صفر القسم واحد الحجم الإجمالي 450.0 ميغا. أتحرك بالتاب. تحديد. حذف. أضغط على حذف. إعداد. ويندوز. ثم موافق. موافق. ويندوز سراب. تحديد محرك إقراص محرك. أنزل بالسهم الأسفل أيضا. محرك الإقراص صفر القسم واحد الحجم الإجمالي 265.3. أتحرك بالتاب. تحديد. حذف. أضغط حذف. إعداد. ويندوز. ثم موافق. موافق. ويندوز سراب. تحديد محرك إقراص محاورة. أين ترغب في تثبيت؟ ويندوز. List View Control. قائمة. مساحة غير مخصصة على محرك الإقراص صفر الحجم الإجمالي 465.8 غيغابايت المساحة الفارغة 465.8 غيغابايت. تمام. أنا الآن قمت بحذف جميع الأقراص. سأقوم الآن بإنشاء أقراص جديدة. أتحرك الآن بالتاب. تحديث. Alt. جديد. Alt. أضغط على جديد. تم ضغطه. التحكم في تحرير الحجم بالميغا بايت. Alt. حاء. مسافة. مسافة. 476,938. هذه هي مساحة الهاردسك. سأقوم الآن بإدخال الحجم بالميغا بايت. سأجعل مثلا القرص C 100 جيجا بايت. سأحذف الموجود على هذا المربع. 7 6. خالي. نمعك. تشغيل. سأكتب 1 و5 أصفار. 100,000. 100,000 يعني 100 جيجا بايت. أتحرك الآن بالتاب. تطبيق. وأضغط على تطبيق. تطبيق. ويندوز. محاورة إعداد. ويندوز. موافق. ثم أضغط موافق. تحديد محرك إقراص محاورة. أين ترغب في تثبيت؟ ويندوز. أين ترغب في تثبيت؟ ويندوز. نص. List View Control. قائمة. محرك الإقراص صفر القسم اثنان الحجم الإجمالي 97.1 غيغابايت المساحة الفارغة 97.1 غيغابايت. الاسم. محرك الإقراص صفر القسم اثنان. تمام. هو أعطاني 97 جيجا بايت. أخذ 3 جيجا بايت للنظام. أنزل بالسهم الأسفل. مساحة غير مخصصة على محرك الإقراص صفر الحجم الإجمالي 368.1. أقف على هذه المساحة الفارغة. أتحرك بالتاب. تحديث. جديد. Alt. وأضغط على جديد. تم ضغطه. التحكم في تحرير الحجم بالميغا بايت. Alt. حاء. مسافة. مسافة. 376,938. تمام. هذه المساحة المتبقية.
أحذف المساحة. 7 6 9 خالي. وسأكتب أيضا 100 جيجا بايت. سأكتب 1 و5 أصفار. 100,000. أتحرك الآن بالتاب. تطبيق. مسافة. وأضغط على تطبيق. تم ضغطه. أين ترغب في تثبيت؟ Windows. نص. List View Control. قائمة. محرك الإقراص 0 قسم 3 الحجم الإجمالي 97.7 جيجا بايت. المساحة الفارغة 97.7 جيجا بايت. تم إنشاء القرص الثاني. الآن أنا قمت بإنشاء القرص C والقرص D. أنزل بالسهم الأسفل. مساحة غير مخصصة على محرك الإقراص 0 الحجم الإجمالي 270.4 جيجا بايت. المساحة الفارغة 270.4 جيجا بايت. أيضا أقف على هذه المساحة الفارغة وأتحرك بالتاب. تحديث جديد. وأضغط على جديد. تم ضغطه. أتحكم في تحرير الحجم بالميغا بايت. مسافة 276,938. أيضا أقوم بحذف الموجود على هذا المربع. خالي. وأكتب أيضا 100 جيجا بايت. 100,000. وأتحرك الآن بالتاب. تطبيق. وأضغط على تطبيق. تم ضغطه. غير متاح. أين ترغب في تثبيت؟ Windows. نص. List View Control. قائمة. محرك الإقراص 0 قسم 4 الحجم الإجمالي 97.7 جيجا بايت. المساحة الفارغة 97.7 جيجا بايت. ممتاز. تم إنشاء القرص الثالث. أنزل بالسهم الأسفل. مساحة غير مخصصة على محرك الإقراص 0 الحجم الإجمالي 172.8 جيجا بايت. المساحة الفارغة 172.8 جيجا بايت. الاسم مساحة غير. أقف على هذه المساحة الفارغة المتبقية. أتحرك بالتاب. تحديث. تحميل برنامج تشغيل. كما نلاحظ لم يظهر زر جديد. أنا أريد أقسم الهارد ديسك إلى 4 أقراص. في حالة إذا لم يظهر زر جديد أرجع إلى قائمة الأقراص. نافذة تنقل صفحة الخصائص تثبيت. Windows. تحديد محرك إقراص محاورة أين ترغب في تثبيت. Windows. List view control. وأذهب إلى بداية القائمة. أضغط هوم. محرك الإقراص 0 قسم 1 النظام محجوز الحجم الإجمالي 579.0 ميجا بايت. المساحة الفارغة 562.0. أقف على هذا محرك الأقراص. أتحرك بالتاب. تحديد حذف. وأضغط على حذف. إعداد. Windows. محاورة إعداد. موافق. موافق. Windows setup. تحديد محرك إقراص محاورة أين ترغب في تثبيت. ثم أنزل بالسهم الأسفل إلى المساحة الفارغة. مساحة غير مخصصة على محرك الإقراص 0 الحجم الإجمالي 172.8 جيجا بايت. المساحة الفارغة 172.8 جيجا بايت. تمام. أتحرك الآن بالتاب. تحديث جديد. الآن ظهر زر جديد. أضغط عليه. تم ضغطه. أتحكم في تحرير الحجم بالميغا بايت. مسافة 176,938. هذه هي المساحة المتبقية في الهارد ديسك. سأجعل المساحة كما هي وأتحرك بالتاب. تطبيق. وأضغط على تطبيق. تم ضغطه. أين ترغب في تثبيت. Windows. نص. List View Control. قائمة. محرك الإقراص 0 قسم 4 الحجم الإجمالي 172.8 جيجا بايت. المساحة الفارغة 172.8 جيجا بايت. تمام. أنا الآن قمت بإنشاء 4 أقراص. أنا سأقوم بتثبيت الويندوز على القرص C. أرجع إلى بداية القائمة. مساحة غير مخصصة على محرك الإقراص 0 الحجم الإجمالي 579.0 ميغا. أنزل بالسهم الأسفل. محرك الإقراص 0 قسم 1 الحجم الإجمالي 97.1 جيجا بايت. المساحة الفارغة 97.1 جيجا بايت. هذا هو القرص C. سأقوم بتثبيت الويندوز على هذا القرص. لبدء تثبيت الويندوز إما أن أضغط على Enter أو أتحرك بالتاب. تحديث. حذف. تهيئة. هذا في حالة إذا أردت حذف الويندوز المثبت من قبل إن وجد. أتحرك بالتاب. تحميل برنامج تشغيل. التالي. وأضغط على التالي. تم ضغطه. غير متاح. أتقدم محاولة تثبيت. ويندوز. ستتم إعادة تشغيل الكمبيوتر عدة مرات وقد يستغرق ذلك وقت نسخ ملفات. ويندوز. 0. تجهيز الملفات لعملية التثبيت. تثبيت الميزات. تثبيت التحديثات أو شكل الانتهاء. تثبيت. ويندوز. نص. إعداد. ويندوز. 100%. 10%. هنا
هو الآن يقوم بتثبيت الويندوز على الجهاز. سأقوم بإيقاف التسجيل مؤقتا. إنها محاولة، سيتم إعادة التشغيل بعد 10 ثوان. إعادة التشغيل الآن. عين مسافة مسافة 1%, 11%, 21%, 31%, 1903. تمام، الآن انتهى من تثبيت الويندوز. سيقوم الجهاز بإعادة التشغيل. من المستحسن إخراج الفلاش من الجهاز. سأقوم الآن بإخراج الفلاش. سأقوم بإيقاف التسجيل مؤقتا حتى يقوم الكمبيوتر بإعادة التشغيل ويتم تثبيت الويندوز. الآن بعد ما قام الكمبيوتر بإعادة التشغيل، سأقوم بتشغيل الراوي أو الناريتر. سأضغط Ctrl Windows Enter. الراوي مربع حوار موافقة زر ال. تمام، أضغط على موافق، أضغط مسافة. حساب مايكروسوفت نافذة إعداد ويندوز لحظة واحدة في المستوى 2 الأساسيات الخطوة 2 من 5. أتحرك بالتاب. تحديد المنطقة عمان 174/200. هنا لاختيار المنطقة أتحرك بالتاب. نعم زر. ثم أضغط نعم. إعداد ويندوز لحظة واحدة لحظة واحدة في المستوى 2 تحديد لوحة المفاتيح العربية 101/1. أتحرك بالتاب. نعم ثم أضغط نعم لاختيار العربية. تخطي زر. أتحرك بالتاب أو بالشيفت والتاب. إضافة تخطيط زر. هل تريد إضافة تخطيط لوحة مفاتيح آخر؟ إضافة تخطيط زر. تمام، هنا لإضافة لوحة مفاتيح أخرى. أنا سأضيف لوحة مفاتيح اللغة الإنجليزية. سأضغط على إضافة تخطيط. إضافة تخطيط. مسافة تحديد اللغة الأذربيجانية. أختار من هذه القائمة اللغة الإنجليزية الولايات المتحدة. الإسبانية الإنجليزية الولايات المتحدة 45/257. أقف على الإنجليزية الولايات المتحدة وأتحرك بالتاب. التال وأضغط على التال. مساء تحديد لوحة المفاتيح الولايات المتحدة 1/5. أتحرك بالتاب. إضافة تخطيط وأضغط على إضافة تخطيط. إعداد ويندوز لحظة واحدة في المستوى 2 لحظة واحدة في المستوى 2 تدفق الاتصالات بشبكة نافذة لآمن قوة الإشارة 3/4 أشرطة 1/3. في هذه النافذة يطلب مني اختيار شبكة واي فاي. أقف على الشبكة التي أريد وأتحرك بالتاب. لحظة واحدة في المستوى 2 الاتصال تلقائيا خانة اختيار محدد. أتحرك بالتاب. اتصال زر وأضغط على اتصال. مساء أدخل مفتاح أمان شبكة تحرير. هنا لإدخال الباسورد أو كلمة المرور للشبكة سأقوم بقلب لوحة المفاتيح للإنجليزية. أضغط Alt وShift. لحظة واحدة مخفي. قمت الآن بإدخال الباسورد للشبكة. أتحرك بالتاب. التالي زر وأضغط على التالي. نعم زر ثم أضغط نعم. إلغاء الأمر زر. لحظة واحدة في المستوى 2 التالي زر ثم أضغط التالي. حساب مايكروسوفت والآن دعونا نرى ما هو جديد من ويندوز. انتظر قليلا. إعداد ويندوز لحظة واحدة في المستوى 2 لحظة واحدة في المستوى 2. كيف ترغب في الإعداد؟ إعداد للاستخدام الشخصي 1/2. أختار هذا العنصر إعداد للاستخدام الشخصي. أحدد عليه بالمسافة. مسافة
إعداد للاستخدام الشخصي. 1/2 محدد. أتحرك بالتاء. التال. ثم أضغط التال. مساء. إعداد ويندوز. لحظة. إدخال الإنجليزية. الحصول على المزيد عند تسجيل الدخول. أدخل بريدك الإلكتروني أو هاتفك أو حسابك على سكايب نقطة بريد إلكتروني. في حالة إذا لا تريد إدخال البريد الإلكتروني الآن، أتحرك بالتاء. ارتباط. إنشاء حساب. ثم تاء. حساب دون اتصال. وأضغط على حساب دون اتصال. مس الرجاء الانتظار. إعداد ويندوز. لحظة واحدة. في المستوى 2 زر. نعم. وأتحرك بالشيفت والتاء وأضغط على لا زر. لا. مس إعداد. من سيستخدم هذا الكمبيوتر شخصي؟ تحرير. هنا لإدخال اسم الجهاز، سأقوم بكتابة اسم للجهاز. إل آي مسافة إل دبل آي. قمت الآن بكتابة اسم للجهاز. أتحرك بالتاء. أو استخدم حسابا عبر الإنترنت. تاء. التال. وأضغط على التالي. مساء. كلمة المرور. كلمة المرور. هذه النافذة لإنشاء كلمة مرور للويندوز. في حالة عدم رغبتك في إنشاء كلمة مرور للويندوز، تتحرك بالتاب، يعني تضع هذا المربع فارغ وتتحرك بالتاب. أو استخدم حساب التال. ثم التال. مس إعداد ويندوز. لحظة واحدة. لحظة واحدة. في المستوى 2 القيام بالمزيد عبر الأجهزة مع سجل النشاط. نعم. زر. أضغط على نعم. إعداد ويندوز. لحظة. اختر إعدادات الخصوصية لجهازك. قبول. زر. ثم أضغط على قبول. مس إعداد ويندوز. لحظة واحدة. في المست تجهيز الكمبيوتر قد يستغرق ذلك بضع دقائق. لا تقم بإيقاف تشغيل الكمبيوتر وانتظر حتى يتم تجهيز الويندوز ويظهر سطح المكتب. الآن انتهى الجهاز من تجهيز الويندوز وظهر سطح المكتب. سأقوم بتشغيل الراوي مرة أخرى. أضغط Ctrl Windows Enter. الراوي مربع حوار. موافق. أضغط موافق. مساء. Welcome to Windows. تاء مربوطة. سطح المكتب. مايكروسوفت إنج. كما نلاحظ انتقلت إلى سطح المكتب. تحياتي للجميع.